دلوقتي بقى هعرفكم على حسنة. حسنة أول بنت اخترناها للميك أوفر أول ما بدأنا البروجرام وهي عندها 27 سنة، وكانت مشاكلها عادية جدا زي بنات كتير في كذا حاجة ما عدا الأسنان. احنا صورنا مع حسنة تقرير البروفايل وكنا في الشتاء، وبعدها اشتغلنا معاها، لكن دكتور الأسنان اللي كان معانا في الأول اعتذر بعدها وقال لأ الحالة دي معقدة جدا وهتاخد وقت وتكلفة كتير، واعتذر ان هو يشتغل معاها. حسنة طبعا يا حرام زعلت واحبطت جدا، وقعدت فترة مستنية فرصة بجد عشان تكمل مشوارها في الميك اوفر، لحد ما جه دكتور هاني طارق ووافق على الحالة وقال انه هيشتغل مع حسنة، والنهاردة حسنة معانا بعد 6 شهور عشان تظهر لكم بالنيو لوك بتاعها وتبتدي حياتها من جديد بعد الحلقة النهاردة. تعالوا بقى نشوف تقرير البروفايل اللي صورناه في شهر يناير ونرجع بعدها نكمل كلامنا، خليكم معانا. عملت شعري راستا وعملت شعري قصير وعملته طويل وعملته الوان كتير، بس برضو لحد دلوقتي ما اعرفش ايه اللي يليق عليا بجد، وبرضو ستايل لبسي مش عارفه ايه اللي يليق عليه بجد. متوقعه ابقى فيونسيه تانية، بتمنى ده.